انا باجي لانه عبد الرحمن الأبنودي بيكرم، لانه حصل على يعني تكريم بسبب اغنيه احلف بسماها وبترابها، ودي اغنيه من الاغنيات الوطنيه او من مجموعه الاغنيات الوطنيه اللي كتبها لعبد الحليم حافظ، والنهارده بيتم تكريمه وانا سعيده جدا بهذا التكريم اللي بيواكب احتفال احتفالنا بافتتاح قناه السويس. الحقيقه يعني هو اللي بيقول كمان مش انا اللي بقول، انه فعلا هو كرم كما لم يكرم اي شاعر في حياته، والحقيقه وبعد رحيله كمان يعني، ولسه كمان يعني التكريم يعني احنا في مجموعه من المشروعات احنا بنشتغل عليها وان شاء الله تبان في الشهور القادمه ان شاء الله. هو الحقيقه في اغنيه لافتتاح قناه السويس مش للفنان محمد منير، انما اللي هيغنيها للنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ان شاء الله هتواكب الافتتاح وهتبقى مفاجاه باذن الله. محمد رحيم هو اللي بيلحنها وهي خلاص لحنت يعني، احنا رجالك. بقول افتتاح قناة السويس ده معجزة من المعجزات اللي حققها المصريين في العصر الحديث، هي هتكون الامل لمصر، لمستقبل مصر، وبندخل فيها وعبور جديد لمصر ومستقبل جديد. طبعا هو قائد بكل المقاييس، هو قائد رجل هذه المرحلة، وطبعا احنا كلنا بنتوسم فيه كل خير، ان شاء الله يحقق لمصر ويعبر بمصر يعني في السنوات الجديدة القادمة، يعبر بينا إلى آفاق جديدة وإلى مستقبل جديد ومشرق لمصر إن شاء الله. أنا موجودة بس أنا دلوقتي مشغولة جدا بكل أرشيف عبد الرحمن الأبنودي، وعشان يعني بحاول إن أنا أعمل حاجة ليه على أساس إنه يفضل تخليد ذكراه ويفضل أعماله وإبداعاته موجودة والشباب يتواصل معايا في الفترة اللي جاية. يعني في مشروع كده في إسماعيلية إن شاء الله، يعني بنعمل زي مشروع كده مركز ثقافي كده مع تمثال، وهيبقى موجود في إسماعيلية. في حاجات كتير الحقيقة، بس يعني إن شاء الله إحنا ماشيين خطوة بخطوة، وخلال سنة إن شاء الله هتشوفوا حاجات جميلة. شكرا لك.